مصر لن يبنيها الكلمنجية، مصر لن يبنيها المدونون. استمع للرئيس. مصر لن تقوم بالمدونين، مصر لن تقوم بالمدونين، وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحه. مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابره من جانب ابنائها. احنا بنعمل اصلاح اقتصادي واصلاح اجتماعي واصلاح سياسي واصلاح ديني. انا عايز اقول لك، هو كان في حد يقدر يتكلم النهارده على شكل المسار العلاقه بين المصريين وبعضهم البعض؟ انا بتكلم على المصريين. احنا بقى النهارده لا يليق عندنا في مصر بقت إساءة إنك أنت تقول مصري مسيحي ومصري مسلم. ما بقاش ده مقبول عندنا دلوقتي، بقى اسمه مصري بس. له حق المواطنة، الذي يؤمن والذي لا يؤمن على الإطلاق، يعني حتى الذي لا يؤمن بقى ليه مكان. إحنا بنتكلم على مش كلام بنطرحه وإحنا واقفين بنتكلم هنا، دي ممارسات بننفذها بالفعل حتى تخرج من مصر إلى المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، اللي هو المواطنة والعيش المشترك والعيش والتآخي بين الناس والمحبة بينهم. ويستمر الرئيس في مساره التوضيحي غير المسبوق. ليس لدينا ما نخفيه، وليس لدينا ما نخشى منه. نتابع. أنا عايز أقول لك، في مصر هنا بيتخرج كل سنة مليون. قول لي أشغلهم إزاي؟ أنت جيت بتسألني بتقول لي عايز حق المدونين، وأنا بسألك أشغل دول إزاي؟ أجيب لهم شغل منين؟ مليون كل سنة، منين؟ أعمل إيه؟ أنا مستعد أسمع منكم وأسمع نصايحكم، بس حد يقول لي أعمل إيه؟ وأجيب منين؟ أعمل إيه في المليون اللي بيتخرجوا كل سنة؟ أعمل إيه في الاتنين مليون نص مليون اللي بيتولدوا كل سنة؟ عايزين يخشوا مدرسة، وعايزين يتعلموا كويس، وعايزين ياكلوا كويس، وعايزين يتعالجوا كويس. حد يقول لي أعمل إيه؟ حد يقول لي نحل المسائل دي ازاي؟ انا اسف ان اقول لكم ان المدونين بتتكلم لغه تانية خالص غير الواقع اللي احنا بنعيشه. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، احنا ما عندناش حاجه نخجل ان احنا نقولها ابدا، ولا نخاف منها ابدا. احنا بنقود بلادنا بالامانه والشرف والعزه، بالامانه والشرف والعزه، عشان نعمل مجتمع يليق بمصر اللي احنا بنتكلم عليها، اللي تاريخها انتوا شفتوه من 5000 سنه.